السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. هاد واحد بانكيك اللي صحيين ورائعين، رائعين بزاف للفطور هكا ولا لوليداتكم. بما اني بديت واحد النظام غذائي صحي مع المكملات الغذائيه اللي رائعه رائعه رائعه، فخليكم مع المقادير وطريقه تحضير لهاد بانكيك ونتمنى يعجبكم. غنبداو بسم الله على بركة الله بالمقادير. لي بانكيك كيجيو رائعين وصحيين وزوينين بزاف. نتوما عارفين انا دابا كندير نظام غذائي صحي على حساب المكملات الغذائية اللي كناخد باش ننقص في الوزن، فغنديرو لي بانكيك لي صحيين. كنبداو هنايا، عندي القرعة الحمراء، عندي 150 غرام، 150 غرام ديال القرعة الحمراء. هاي شوية بقى غنديرها طيب واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق هكاك، وغنطحنها ولا غنمعكها بالفرشيطة وصافي. عندي 150 غرام ديال طحين الشوفان، نشديت الشوفان وطحنتو. وهنايا عندي 80 غرام ديال الخميرة ديال الحلويات، معلقة صغيرة. هنا عندي سكر فاني، انا ما عنديش سكر فاني، غندير هذا سكر سيترون، سكر ديال الحامض. عندي بيضة، وعندي 40 غرام ديال السكر البني. هاو السكر البني هذا راه خديته من ليدل، كيتباع هنايا. وعندي 120 مليلتر ديال الحليب، هاهو نص كاس ديال الحليب ولا زايد واحد شوية على النص، هو هذا 120 مليلتر ديال الحليب وصافي. عندو على بركة الله. المهم هادي غنمشي نطيبها شوية فوق البوطة باش نقدر نطحنها ونرجع. هنا البنات غنبداو دابا على بركة الله. القرع ها هي راه طابت ومعستها غير بالفرشيطة، شوفو كي ولات كتولي بحال هكا، متخليوش فيها الماء. ودابا غنبداو على بركة الله. بسم الله، كنديرو بيضة، كنديرو السكر، كنخلطو مزيان حيت هاد السكر البني شويه غليظ، ماشي بحال السكر الابيض العادي ديالنا، هادي شويه غليظ. نبقاو نخلطو مزيان حتى يذوب لنا شويه داك السكر. كنحطو السكر بعد، هاكم هو راه بعد صافي مبقاشي. غندير القرعة ديالي، هانتوما كتشوفو راه باقا سخونة، غنحرك نزيدو الحليب. نزيد هذا السكر فاني، السكر ديال سيترون، السكر ديال الليمون. ها هو اللي ريحه طالعه فيه بزاف. نخلطو كنخلطو مزيان 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 صافي. ودابا غنكبو الشوفان ديالنا والخميره، ساهل وصحي، يعني مفيد وصحي. هانتوما صافي. ودابا غنمشي باش نطيبو، هذا ما شو 5 دقائق داي الزربه طاب. ويلا معايا دابا باش نطيبو. هانتوما نبدا نطيب، نحط بحال هكا غير بمعلقه. عاوتاني الاخرى، صافي. وغنعمر انا عندي في هاد المقلة 4، عندي 4. هانتوما هاهم عمرتو، وغنتسناهم يطيبو وغنقلبو معاوتاني.
صراحة كيجيو بنان بنان وزوينين بزاف هكا الفطور صحي لوليداتكم، ما كياكلوش مثلا الخضرة تضفوها لهم بحال هاد الطريقة هادي اللي كتجي زوينة صراحة. هانتوما هما صراحة هما حيدت هادو هما طابو درت واحد اخرين وهنا غنقلبهم دابا عاوتاني. هانتوما هما قلبتهم شوفوا كانوا شوية تحرقوا لي ملي هي مع ولدي كيهرنن. هما الصراحة هاد المقلة هادي كتهني بزاف بزاف. وهانتوما ها هو الشكل النهائي. المهم ما تديوش على الصداع كينا برا والصداع ديال ولدي فلا حول الله وصافي الصداع برا والصداع ديال ولدي وطلاقاو. هذا هو الشكل النهائي ودابا انا غنجلس للفطار ونوريكم فطوري. وهذا فطوري، هذا اتاي بلا سكر بلا حتى حاجه. هادو المكملات، هاد تقاطر ديجا خديتهم دابا بنص ساعه. خديت في الاول هذا ديتوكس، هذا شربت معلقه مع كاس ديال الماء كيف نوت. دابا شي جوج سوايع يمكن ولا جوج سوايع ونص باش شربت هذا وخديت هذا. ودابا غنفطر وغناخد هادو. هذا مزيان للشعر، مزيان للشعر اللي كيطيح، مزيان انتفاخ ديال الرجلين، صورة مضبقة انتفاخ ديال الرجلين، العروق اللي عندهم العروق خارجين. صراحة هذا زوين بزاف. وهذا ريجوفينيكس، هذا خطير، هذا كيعطي واحد الطاقة والنشاط والحيوية الصباح، وكيقاد الهرمونات، كيقاد اللي عندهم هرمونات مخربقه كيقاد لهم، اللي عنده الدوره الشهريه مخربقه كيقاد حتى هي. وهذا الفينالي قلت لكم خطير خطير، هذاك على حسب الشعر اللي كيطيح. انا الحمد لله الحمد لله شعري ما بقاش كيطيح، ناضت لي الخلفه. وهذا اللي كيشد الشهيه، هذا كيشد الشهيه باش ما كتاكلش بزاف وكتاكل شويه باش كتنقص وما كيخليش انه يجيك الجوع. فهذا هو فطوري. ها انتوما بحال هكا هو هذا فطوري. يلا السلام عليكم وبالصحه فطوركم حتى انتوما. وانتوما هذا تاع لي مسالي تفكرت ما صورت لكم شي وما مقطعين. ها انتوما شوفوا كي كيجيو، شوفوا كيجيو زوينين بزاف وخفاف وانا راه ما درتش فيهم العسل. صافي انا درت فيهم ديك شويه السكر اللي درت، صافي ما زدتش العسل. اللي بغى يدير العسل، اللي بغى يدير الشوكولاط هو حر. انا دابا متبع واحد النظام الغذائي صحي اللي باش نقص فيه الوزن. وهادو المكملات ديالي، هذا راه مزيون للشعر اللي شعره كيطيح، هذا راه زوين، هذا الفينالي. وهذا داي ديال النهار اللي كيشد الشهيه ما كيخليكش تحسي بالجوع، وهذا كيعطيك لينيرجي ديال داك الصباح اللي ما كتكونش عندنا مع هذا البرد. صافي هادو راه ما ناكلهمش انا كاملين، انا خديت عي جويجات صافي تا ساليت عاد تفكرت قلت نصور لكم. المهم انا خديت عي هاد جويجات وصافي. وهذا اتاي ديالي ها هو، وهادو هما المكملات ديالي. هانتوما هادو راه كيجيو رائعين رائعين رائعين، خطيرين بزاف بزاف بزاف. جربوهم ويعجبوكم، ما ديوش على هادو راه كانوا على شويه يتحرقوا لي هادو بقيت ملاهيه مع ولدي. صافي انا ناكل عي هادو جويجات صافي، ما نزيدش هادو نو 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 نو. ها جوج بركه عليا.